كاين في خوتي اللي كمل قرايتو اللي دار دكتوراه وكمل حتى المورال الباك، حتى واحد من خوتي ما جابش الباك، كلهم مالوغوزمون خرجوا قبل. الوالد الله يرحمه كان بغاني نقرا نكمل قرايتي ندير دكتوراه كما بغيت انا، وكان كيعاونني في هذا الشيء. خاص ديما الهدف ديالك يكون القمر، باش حتى الا ما طحتيش في القمر طح بين لي زيتوال. وهذاك الشيء اللي درت فيزيت القمر وطحت بين لي زيتوال، اللي هو دابا كنخدم مهندس معلوميات في واحد من الشركات الكبار عالميا. في الحقيقه هذاك الحلم ديال الدري صغير اللي كان بغى يشوف شنو هما لي زيتوال قادني حتى درت دكتوراه في كيفاش كتشكل لي زيتوال في الكون. وكان تخصص ديال الدكتوراه ديالي او موضوع الدكتوراه هو ما هو هدف المجال المغناطيسي في تكون النجوم الجديده في الكون، ومن خلال رصد هذه الاماكن بواسطه تلسكوبات كبار، مثلا تلسكوب ديال غرانادا في اسبانيا اللي هو 30 متر اللي كبير بزاف، ومن بين واحد في التلسكوبات الكبار للراديو تلسكوب في العالم. جاوني بزاف ديال لي زوفر فانني نمشي نخدم مثلا عند ليرام في اسبانيا، نمشي نخدم في امريكا في بيركلي لاب، وفي الاخر اختاريت انني ندير شي حاجه اخرى اللي ماشي هي الاسترونومي، ندير شي حاجه ديال الاي تي. وتما كنت كنقلب على واحد الريزو على الناس اللي نتعرف عليهم اللي يوريوني اش كيديروا في اليوميات ديالهم في الداتا، في داتا ساينس داتا انج ولا لي زوتر ميتي. تما قلت علاش لا ما نحل واحد الشركه اخرى اللي الهدف ديالها انه تجيب دوك الناس اللي كيخدموا في الاي تي وداكشي بارطاجيو ولا يعطيونا ليكسبيريونس ديالهم ولا التجربه ديالهم في هذا المجال.